يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الغالين في الإعجاز العلمي أنه قد تقرر لديه إن الله سبحانه في كل مكان، فهل هذا القول يعد كفرا؟ هذا حلولي، ما في شك إن هذا كفر، هذا مذهب الحلولية العياذ بالله. نعم، أعيد السؤال. يقول فضيلة الشيخ، يذكر بعض الغالين في الإعجاز العلمي أنه تقرر لديه إن الله في كل مكان، فهل هذا القول يعد كفرا؟ نعم، هذا كفر، هذا مذهب الحلولية، وهذا عجاز ما هو بإعجاز، هذا قال له عجاز. نعم.